بيان صحوة الفاتح جمعة التصعيد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نلتقي مرة أخرى في هذا المكان الطاهر الذي جمع أهل البحرين الشرفاء في وقفة تاريخية غلبت موازين القوى وأفشلت خطط الإنقلابيين. نلتقي لنعبر عن مطالب أهلنا أهل الفاتح، عن مطالب رجل الشارع الذي ضاق ذرعاً بعبث زمرة الترويع والفوضى وتصعيدهم وعنفهم واعتداءاتهم المتكررة، وضاق ذرعاً بصورة أكبر بعبث السلطة ومماطلتها وتسويفها في تطبيق العدالة وفرض القانون. إن هذا المواطن البسيط تتلاطم به أمواج العدوان والدفع نحو الصدام من قبل ما يسمى بالمعارضة التي تغلق الشوارع وتستخدم المولوتوف وتروع الآمنين، وفي نفس الوقت تتلاطم به أمواج القرارات التي تأتي من السلطة بهدف استرضاء هذه الفئة والعفو المستمر. ونحن نطلقها هنا في هذا المكان الطاهر الكريم لا للاسترضاء، لا للاسترضاء، لا للاسترضاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن العدل والمساواة وسيادة القانون هي مطالبنا، ولا يهمنا مصالح شخصية أو ضغوط خارجية. إن مطالب البحرينيين المخلصين هي أن ينالوا حقوقهم المشروعة والتي أقرها الدستور وارتضتها الشعوب، وأهمها أولاً الأمن والأمان في منازلهم ومدنهم وقراهم من إرهاب زمرة الترويع والتي استوردت هذه الأساليب والأجندة من خارج ثرى البحرين الطاهرة. القانون، 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 نفي تطبيق القانون، نفي تطبيق القانون. ثانياً، استقلال القضاء والذي هو حق يكفله الدستور والميثاق، علاوة على أنه من أسس الدولة المدنية الحديثة. لقد مل المواطن الشريف من الترويع الذي يقوم به أدعياء السلمية ومن سياسة التنازلات المتبعة من الدولة، ولذا فإن شباب الفاتح يوجهون خطابهم اليوم إلى الطرفين ويعلنونها لجميع من أهمه الأمر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الشعب يريد تطبيق القانون، الشعب يريد تطبيق القانون، الشعب يريد تطبيق القانون. لقد تعلمنا الدرس، لقد تعلمنا الدرس، فشكراً للانقلابيين وشكراً للسلطة. إن الدرس الذي تعلمناه هو أن الذي يعلو صوته هو الذي تتحقق مطالبه، ولذا فإننا لن نرضى بأن تضيع حقوقنا وتداس كرامتنا ويهان القانون في سبيل صفقات مشبوهة واسترضاء لمن أجرم وخالف القانون. الله أكبر، الله أكبر. وإذا كان ما ترغبون به هو النزول إلى الشارع فنحن على استعداد لذلك بكل حضارية. الله أكبر، الله أكبر. فنحن على استعداد لذلك بكل حضارية وسلمية، لكننا لن نتردد في الدفاع عن حقوقنا ولن نرضى بأن نهان في أرضنا ووطننا. الله أكبر.